حبيبات قلبي، يسعد لي اوقاتكم. اليوم بدي ريحكم، ما بدنا نحكي سياسه، بدنا نحكي اشياء فنيه واشياء عن هالفرقه اللي الها من سنه 57، لانه بال 53 عملت فرقه بالكشاف، من 53 ل 57 عملت فرقه كوميديا لبنان، ومن ال 60 من ال 57 ل 60 نعمل بطرابلس حفلات ومسارح. وقت اللي فتح التلفزيون بالستينات جينا على التلفزيون الفرقة هي ذاتها، واستمرينا إلى الآن، ونحن عم نقدر نعطي قد ما نقدر. صحيح تركونا كتير ناس أصحاب وزملاء وراحوا، هيدي الحياة يا أصدقائي، لن يبقى على ما هو إلا هو. يسعد لي أوقاتكم، وحبيبة قلبي بنبلش الحلقة. شو هو السؤال بدك تسأليني يا غير السياسي؟ غير السياسي، خبرنا ذكرى حلوة بتضحك صارت معك بطفولتك. بطفولتي شو صارت معي حادثة؟ شوفي الحقيقة يا صديقتي، الكوميك موهبة، والغناء موهبة، والتمثيل موهبة. بتشوفي اوقات ناس عم يعملوا كوميك وشر البلية ما يضحك، يعني بتضحك من البلاء. بتشوفي واحد عم يغني بتقول يا ريت يلاقي شغلة غير هالغنى. بتشوفي واحد عم يمثل بتقول لك شو بده بهالشغلة. فبقصد انا انه الموهبة تخلق مع الانسان. انا الكوميك يخلق معي، خلق معي اني شوف الناس سعداء عم يضحكوا. مرة لقلك شغلة فيها زكاة وفيها ضحك وفيها اشياء ما بتخطر ببال الا اللي بيكون الله وهبه شغله غير طبيعيه عن بقيه الناس. وهي والدي كان سمسار بسوق الخضره، يعني ببيع بالجمله، بينزل الساعه 3 الصبح على الهذا بتم للساعه 12 يبيعوا، بيطلع 12 وبيتغدى وبينام، بفيق الساعة ساعة ونص ساعتين بينام، الساعة 5. شو بده يكون موجود الساعة 5؟ أبي كان يشرب لبن معزي. أنا بروح بجيب له يوم من عند البياع، لأنه كل يوم بدك تجيبي ما في برادات. مين عنده براد؟ كان نملية يا حطها بالصعب يا أما نحطها منخل حتى شو اسمه، ما في. بدك تطبخي الأكل يوم بيومه، إذا بقى لتاني يوم بتخم بتكبي ما في. المهم روح أنا جيب له نص كيلو حليب معزي. بقى اروح انا اجيب له اياه يجي، بقى انا على الطريق طلع فيه هيك امسك السطل واشرب، اشرب من هون، ما اشرب كثير شوي يعني هيك حشريه. اخذه لابي يجيب السطل، الى لامي جيبي لي السطل تعطيه، يطلع بالسطل اللي شربان قال له لا، اللي شربان من السطل لبن قال له لا، اللي تعب شوف اللبن لما بتعبي السطل هيك وقت اللي بتطعجه بيسرح اللبن لحد ما حتى تمك شايب له بلا، بس نتفي دقتهم اللي دقتهم لما تشرب ما بيسوا واحد يحطهم بمحل بده كذا الى اخره. تاني يوم رحت وقف عند السمان عم يحط اللبنات، طلعت هيك لقيت كيس رز وكيس حمص وكيس فول وكيس عدس وكيس كذا، وشاكك بهالهول معكرونة. كانت تجي المعكرونة مش مثل هالبكات، تجي بالصناديق فلت ببيعوها بالهيد، قطع 50 سم بيطلع وتخل الأصبع ومفخوط. مسكت واحدة أنا طلعت فيها، شوفي كيف لما بده الإنسان، شوفي إذا إنسان ذكي، يعني بقصد مش عم بحكي عن نحكي، عم بحكي عن الناس أجمعين كيف بإنسان بتخطر إشياء ما بتخطر. خطرت لي من هالفخويت اللي هي المعكرونة إني حطها بالصحن بالسطل وإشرب. كان لفي شاليمون، الشاليمونة إجت بعد 50 سنة من ما أنا خطرت لي الشاليمون، يمكن بعدين خطرت لواحد عملها. المهم خدت وحدة حطيتها تحت باطيهم وشاكك 20-30 وحدة دعاية، خدت السطل ومشيت وقفت على جنب، شكيت الهيدي وسحبت وشربت.
رحت على البيت اعطيته يلا، قال لي ابي جيب لي طلع دير ودير، ما في. بس طلع لقى السطل الليفل ناقص كنار عامل انه ناقص، بس ما مبين انه كيف انكب كيف شو سحبوا كيف انقاموا. قال لي تعا تعا تعا. قلت له شو بابا؟ قال لي شربان. قلت له وقت ماني شربان. قال لي عم اقول لك كلي كيف ناقصين هال سنت على الدير، لانه بعده معلم الليفل على الدير، يعني معناتها ناقصين سنت. قال لي والله ما بنشرب ما تبكي، اوعى تبكي بابركم. قال لي وانا ما كذا، امي يا ابو صلاح حرام الصبي عليك، لا تعملي لي حرام، روحي اقعدي على جنب عم فهمكها، هذا يا بده يجنني يا بده انصب عمره اخلص منه، لا بيخلي لي حدا ما بيعمل لي مشاكل، بيعمل لي مشاكل مع الفلاحين اللي بيجوا من هذا بينزلوا بضاعه، بيعمل لي قصص، ما تحكي معه، لا بدك تقول لي كيف. قلت له ما بتضربني؟ قال لي لا ما بضربك. استغرب كيف بده يعرف بقى. قال لي كيف شربت منهم؟ شلت له ايدي، كانت هي هالقد، انا قصيتها خليتها هالقد، قلت بشرب فيها مي حطيتها هون، شلتها قلت له هيدي. قال لي كيفها؟ قلت له حطيتها بالسطر وشربت. يا رب يا رب شو عامل؟ شو عامل معك لبيعت لي هالبلوي؟ وليه 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 شو يحملني بدني بلا على صرخ امي تصرخ كذا يعمل. شو بدي اعمل فيك؟ بحطك بالمدرسة بيبعثوا لي خبر خذ ابنك وروح عنا، بحطك عند الكتاب الشيخ كتاب بيجيب لي بندلي الاولاد بروح. شو بدي اعمل فيك؟ قال له يا ابي هن عم يفتروا علي، هن عم كذا، هن عم يفتروا عليك، الله يسعد. وهيك كان شغلات اعملها انا مع والدي يا لطيف. يجي مثلا يجيب مفاتيح المحل بده ينزل الصبح، انا شوفه وين حطهم، اخذهم روح حط له اياهم بمحل ثاني. يوم هذا من على بكره اللي بصير تاخرت اليوم يبارك على الثياب، يطلع لك وين المفاتيح؟ لك ام صلاح قومي قومي شو في؟ لك وين المفاتيح؟ تقول له اي مفاتيح؟ لك مفاتيح المحل والكذا والجويرير والهذا منهم موجودين، حطيتهم هون. تقول له كيف حطيتهم هون؟ وين راحوا؟ طلع هيك شوف صلاح انا في حاسس على صلاح. قوم قوم بابا قوم. شوفي بابا شفت لي يا بابا هالمفاتيح؟ اي مفاتيح؟ ولا اي مفاتيح؟ مفاتيح المحل. شوفي مفاتيح شو اسمه القلعه؟ ما شفتهم يا بابا. يا بابا بدي روح على شغلي تاخرت، اذا بتعرف وين. قال له والله والله ما بعرف وين شفتهم يا بابا. ايه 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 صحيح هنيك شفتهم انا لما مفت على الحمام كذا. يروح يجيب قبل المفاتيح وما يخلي بخدي ما يخلي وينزل فيني كل يوم بدي اكل قبلي. انا وابي شغله ما بتصير، اذا بدي احكي لك شو الشغله اللي كنا نعملها انا وياه، ما بس يضربني وانا ابكي وامي تقول انا ابكي يعني بكي جعير وبكي وهيك بيبكوا وانا يا لطيف. ايه انا وابي شغله كبيره كنا. شو أكثر شيء بتفتخر فيه بحياتك؟ بفتخر فيه بفتخر إنه أنا عملت عائلة وإخوتي ست بنات وأخ، ترك لي والدي توفى سنة 56 وأنا بنات العائلة وزوجتهم وكلهم أخذوا رجال نافي منهم الأسعد اللي بيمثل معي صهري وأخ اسمه مروان كمان انسان التربية صالحة وناس، وانا ربيته لاخواتي لانه والدي تركهم صغار 3 سنين كذا. انا كان عندي اخت اسمها هند، لما ما كان في اجلكس بوبيت يلبسوا اخواتي، بوقيب كانوا يلبسوا ليمشوا، ما في بوقيب، وقفة على الباب حامل الابقاب حتى وحدة هون وعم تطبش بابا مات بابا مات، عم تصرخ بالحي بفتكرها انه بابا مات. شي شغلة هيك بسيطة يعني. كنا عائلة، تركنا والدي بكير يعني حسيت اني انا عندي سعادة، عندي عائلة وعندي كذا. السعادة التانية لما عملت هالفرقة
والناس تزقف له ويطلعوا على المسرح ويحكوا انه هاي فرقه صلاح تزيني بطرابلس. كنا لما نعمل الحفله والناس يزقفوا لنا ويشجعونا هيك نحس بعزه وفخر. واللي اسمى شيء في الوجود هلا عند مكبره لما جينا على التلفزيون وكنت اعمل برنامج لاولاد الصغار، ليك النسوان والاولاد الصغار بيشوفوا الكبار. انا عارف ليش عم اقول لك بذكاء الانسان بيخلق، عارف انا بدي الاولاد الصغار لانه هاو بكره بيكبروا بصيروا زبوناتي، انا بكبر وهن بيكبروا بصيروا اللي فكرت فيه انا هلا. ما بشوف حدا من الجيل اللي كان عمره 50 أو 55 أو 40 لهلا ما بيعرف ابو سليم، وبس يشوفه بيحييه وبده يتصور معه ويقدم له كل احترام. وفي ناس والله بيستحي بيجوا بيبوسوا ايدي بيجي لبوس اجرهم بيقول لك يا خيب ما بدها هالقد الحكايه، بيقولوا لي انت ساعدتنا بطفولتنا بكذا بهيدي. انا هيدي عندي اياها يا صديقتي، تسو كل شيء في بهالدنيا مال. انا صحيح ما عندي مال بس عندي حب وعطف الناس بهالدنيا بلبنان بالاخص. لما رحت على استراليا مثلا او رحنا على افريقيا او رحنا على البلاد اللي رحنا لها، والله يا اختي باستراليا مره رحنا يمكن بال 91 كانت اكثر الحفلات، عدنا شهر ونص المتعهد ما دفع عنا ليره. يعني يقول له انا اخذ لنا شقه خي، ما تحطنا باوتيل، اوتيل محبوس ومربوط وما فيك تروح، بشقه بيعدوا كل الفرقه بس خدها كبيره، البنات واحد والشباب واحد ولا اذا بياخذها يجيب لنا براد يعبي، والله حاطط فجاج ولحم وكذا وهذا. شهر ونص عدنا رحنا على لبنان بعدهم بالبراد. الترويقه خمسه لبنانيه بدهم يتروقوا عندهم، الغداء بدك سته سبعه بدهم يقعدوا يتخانقوا ونعمل نحتار. اوقات نقول له لواحد بدنا نتغدى عندك من ال 11 ل 12. لو كيف هيك؟ ايه عندنا شغل حفله او شيء. واحد تاني يقول له من 12 ونص للوحدة ونص بنتغدى عندك، ناكل عند هذا الامتان وهذيك الامتان وعشية. هيك نقضيها. الشعب الاسترالي انا بعد ما شفت بحياتي ناس هيك بحبوا بعضهم اللبنانية. بتعرفي ليه؟ لانه صايرين ورايحين جروبات جروبات. مثلا من الشمال في شي 100,000 من الشمال باستراليا اذا ما اكثر 150,000. بعدين في الطائفة الدرزية كمان عندهم أماكن كذا، بعدين في الطائفة الشيعية، بعدين كلهم عندهم. والدولة هناك بتساعد، اعملي جمعية بتعطيك قد ما بدك، ما تعملي لها حزب، ما بدها حزوبة، في عندهم حزوبة بتدخلي فيها هودي اللي بيستلموا البلاد، بس الباقي ما بدها هذا جمعيات. وكانت الجمعيات كتير كتير تقدرنا وتوقف حدنا ونعمل الحفلة. لما مثلا عندنا 500 بطاقة بيجي 1000 زلمة مثلا. كانت على أيامها الفرح والسعادة عايشينها. صحيح يمكن ما قدرنا لما اشتغلنا بالتلفزيون ما في إيراد، نحن اشتغلنا بالتلفزيون 250 ليرة كل الفرقة، بيطلع له 11 ليرات. كان ما فينا نشتغل بس بالفن، كان كل واحد يشتغل بصنعته ويجي على الفن يوم السبت. وكانوا انا عندي محل نجارة، كانوا الممثلين يشتغلوا عندي معي، كوستي وامين وجميل وهو كانوا يشتغلوا معي، نعمل البروفات نحن وعم نشتغل ونساوي خزينة ونساوي شغلة ونساوي حكاية. يجوا الناس يقولوا عم نمثل اكثر ما عم نشتغل بالشو اسمه. فبقصد تمينا 10 سنين من 60 لـ 69 ونحن ناخد 250 بالشهر، 1000 ليرة بالسنة، 12,000 ليرة بالسنة. يعني تصوري بالسنة 12,000 ليرة، كيف بدك تعيشي في 10-12 واحد ما بيعيشوا. كنا نشتغل ونشتغل بالفن. بس أنا وقت اللي اضطريت اني ما في حدا يكتب لنا، مين بده يكتب كوميك؟ والكوميك بده ناس موهوبين يكتبوه، ما في من كان بيقدر يكتب. فانجبرت انا اني ارجع اكتب كوميديا. يعني
صير شو بدي اعمل شو صير اعمل انتقاد، لاني انا كنت اقول المونولوج، والمونولوج كان نقد، ينتقد الواحد المجتمع بالمونولوج. انا كنت بالخمسينات وقت ما يكون عندي حفلات، اذا حدا اجى على طرابلس بده يعمل عمل غنائي بدهم يجيبوا التيزاني يقول مونولوج، يعني بين المطرب والمطرب او مطربين وكذا بيطلع مونولوجيس بيعمل نوع اشياء فكاهيه وانتقاديه. مره اجى عبد المطلب عملنا معه، مره كارم محمود، مره كذا. كان المونولوج، مونولوج بهذيك الايام كان له قيمه. كان في عنا رفق الافيوني، كان في عنا عمر الزني، كان في عبد الله المدرس، كان في شو اسمه يوسف حسني، وكنت انا. تصوري انه مونولوجيست كان خمسه، بلبنان ما كان في ست سبعه بيغنوا مثلا، او بيجوا من برا، يعني شي مصيروي من سوريا من هون من هون بيعملوا حفلات. وكان الغنى اللبناني كان ما في غير الموويل والعتبه وميجانا واشياء، والغنى اللي بده يغني بالمصري. حتى انا عندي اغنيتين ثلاثه بالمصري. سالوني مره انه انت بهديك الزمان كيف تغني مصري؟ ما كان في غنى غير المصري. بعدين لما اجوا اخوان رحباني مصطفى كريديه وشو اسمه وحليم الرومي وهودي قلبت المقاييس. كانت الغنيه مدتها نص ساعه، ثلاث ارباع ساعه، ربع ساعه، 10 دقائق قليله. اجوا الاخوان رحباني عملوا تجربه مثل الاغاني الاجنبيه، يعني الاغنيه ثلاث دقائق، دقيقتين ونص، ثلاث دقائق، يجيبوا هالاغاني الاجنبيه مثلا يا سميره يا سميره، يا اميره يا اميره، حرقتنا الغيره يا سميره مثلا، جيبوا كلهم حتى بس العرب، حتى المصاروي مثل عبد الوهاب. في اغنيه طلعت بوقتها انشهرت كثير بتقول اما دوميو دوميو ميو ري تيارا را ري را تيارا را را. اجى عبد الوهاب عملها على ايه بتلومني بتلومني ليه ليه، على ايه تهجرني تهجرني ليه ليه، يا ما قلبي شكا يا ما الى اخره. الرحبين عملوها اي يا حبيبي احببني دوما لا تنسى يوما هذا الحنين، يا زيتي طرارارير. كانت بلشوا الاخوان رحباني بالاغاني الاجنبيه يجيبوها يدقوها بالاجنبي ويعملوا عليها لغه كلام عربي. وتعرفوا بوقتها على فيروز، كانت فيروز بالقرار الاذاعه اللي بيردوا ورا المغني يعني. فكان مره اجى عاصي الرحباني على الاذاعه بيقول له حليم الرومي والدها للفنانه الكبيره ماجد الرومي، بيقول له يا عاصي في بنت مميزة هيدي، إذا بتاخدها بتقدروا تعملوا شغل معها. تعرف عليها منصور وجابها وبلشوا يعملوا هالأغاني، ولقى أنه بحاجة وتزوجوا وجابوا أولاد، وجا شو اسمه زياد وغيره وهالولاد، والله يحميهم ويحمي آل الرحباني كلهم، لأنه كلهم موهوبين. حتى أولاد منصور موهوبين، حتى أولاد الياس كمان موهوبين. والياس كان لوحده، الاخوين الرحباني كان عاصي ومنصور، الياس كان لوحده عمل شغله اخذ عده جوائز عالميه. كان فكانت الاشياء عم اقول لك الفنيه بهالخمسينات والستينات لنرجع على التلفزيون انه تعتمد على المواهب الفرديه، ما كانت تعتمد على انه والله اذا ما قعد بمعهد موسيقي ما بيمشي الحال، ما حدا بيعرف لا نوطة ولا شيء. اذا على اللبنانيه للخمسينات لاجوا خلينا نحن بس يقول واحد مرحبا كذا 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 بنوطها. انا مره بدي في اغنيه بدي اعملها موسيقى انه بدهم يجوا يدقوها موسيقيين، جيت ل شو اسمه الله يوجه له الخير توفيق الباشا كان مدير الإذاعة، قلت له يا أستاذ توفيق في عندي غنية هي لسيم السيداوي، بس أنا ما بعرف بدنا نعزفها، بدنا موسيقى تعزفها هذا.
قال لي يا طيب تعال معي على المكتب. جينا على المكتب عدنا. شو افتكرت انا بده يجيب عود تا يسمع النغمه؟ قال لي يلا جيب ورقه وقلم. قال لي قول. قلت له الخمرة علي مخفية بتستورد لذة وقتية. قلت له شو عم تكتب عربي؟ قال لي شو بدك انت؟ انا عم بحكي الكلمة هو عم ياخدها دوسة. الخمرة علي مخفية بتستورد لذة وقتية، اولها بتعطيك شاهية واخرها بتعطيك دورية، جندرما اما بلوصية. الكاس الاول محبة وكلمة محبة ضرورية، واللي يشرب ما يقولش محبة بخربطك بالسكرية. الكاس الثاني والثالث بتلاقي الجماج مالت، والرابع يا برج بابل، والخامس زمورك فالت، والسادس على العصفورية. الخمرة علي مخفية كذا الى اخره. ما لقيت له اعطاني ورقة نوطة. قلت له شو ها؟ قال لي هالغنية. شوفي الموسيقيين العظام الكلمة إلى نوتة، مش هيك يا عم اللحن وكذا بيبتكروا بيجوا. أنا كنت لحن ما بعرف باللحن، أنا عامل شيء 40-50 لحن وما بعرف شيء بالنوتة. يعرف مثلا شو بدي أقول لك؟ مجلخ مجلخ مقصط بجلخ ومواس بجلخ سكاكين بجلخ. انا هي كيف اجت عبالي؟ هادي كان بالزمان في بيجوا بدوروا بالشوارع وبالاحياء وبالضياع، رجل معه جلخ دولاب بيهزوا بيجروا بيبرم الدولاب بيبرم الجلخ بسن السكاكين بيصرخ مجلخ مجلخ قصات مجلخ سكاكين بجلخ مجلخ. سمعت انا. نرجع للموهبه. قلت والله حلوه. مجلخ مجلخ مقصات بجلخ وبدور وبصرخ سكاكين بجلخ. عندي مرايا عم والشاب يجيب الهم، وعيونها ورمانه وايديها تنقط سم. برجف لما بتضحك ولما بتحمو ابزم، ويا ويلي من اجرى ولبطتها بتدوخ مجلخ مجلخ. هاي مشان الفكاهه. طيب انا ما بعرف نوطه هودي. بعدين بي 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 يمكن ب بالثمانينات التسعينات رحت لعند زياد رحباني صديقي. قلت له يا زياد هيدي ما نوطه. سمعته يا لي تعا انا سجل لك اياها. هو وحده على على الأورج كل المونولوجات او الجينيريكات اللي سجلتهم سجلهم على الـ على الـ شو اسمه هذا. فبقصد بعدين سمعته احبك قل لي اشوفك فين، يلي سحرني برمش العين، شغلني وشغل غيري كتير لكن انت اللي شغلك مين كذا شو احبك قل لي اشوفك. المهم قال يلا منسجله. كمان سجل لي بوقتها قطعتين غنيتين الاستاذ زياد الله يعطيه العافيه. قلنا لي يا زياد هلا شو بيطلع علينا؟ قال شو بده يطلع لك؟ قلنا له ما هذا اجار استوديو. قال لي انت شو بيطلع لك منا علينا؟ نحن ندفع. انت ما بتتقدر انت كذا. شوفي الفنانين الكبار كيف بيقدروا بعضهم وبيحترموا. اذا فنان كبير بيجي هذا هيدي ما بنسأله اياها للاخ زياد رحباني الله يوفقه ويعطيه، وفنان يحترم الانسان انا كثير معجب فيه. حبيبات قلبي يسعد لي اوقاتكم. حكينا اليوم عن شغلات ما لها علاقه بالسياسه، وحكينا لكم عن اشياء حصلت معنا. اذا بدنا نحكي الاشياء اللي حصلت معنا من الستين لهالايام هاي 62 سنه ما بنخلص لو بنقعد 100 ساعة أو 1000 ساعة. بس يا أصدقائي الوقت دائما بيحشر الواحد إنه في وقت محدود بده يحكي فيه. بس حكينا اليوم شيء منو سياسي، وبقولكم حبيبات قلبي يعطيكم ألف عافية، وبنتمنى هالإخوان اللي انتخبوا وطلعوا إنهم يفكروا بمصلحة هالوطن وهالبلد
والله يسعد لي أوقاتكم وإلى اللقاء يا أحبائي.